طبعا هذا الدعم مخصص لدعم الموازنة العامة للدولة لتعويض النقص في إيراداتها نتيجة توقف أسعار صادرات النفط وانحسار الإيرادات الأخرى والمساعدات الدولية. هذا يعمل يعني تعويض كبير ويعطي مساحة كبيرة للدولة والحكومة أنها تتحرك لتعزيز الإجراءات الإصلاحية في مختلف المجالات، ويساعدها أيضا في الخروج من الاختناقات التي تسببت فيها نقص الموارد خاصة في الحتميات، المرتبات، نفقات التشغيل، وقود الكهرباء. طبعا هذا الدعم مخصص لدعم الموازنة العامة للدولة لتعويض النقص في إيراداتها نتيجة توقف أسعار صادرات النفط وانحسار الإيرادات الأخرى والمساعدات الدولية. هذا يعمل يعني تعويض كبير ويعطي مساحة كبيرة للدولة والحكومة أنها تتحرك لتعزيز الإجراءات الإصلاحية في مختلف المجالات، ويساعدها أيضا في الخروج من الاختناقات التي تسببت فيها نقص الموارد خاصة في الحتميات، المرتبات، نفقات التشغيل، وقود الكهرباء.